هوازن هو اسم علم عربي أصيل وعريق يطلق على الذكور، واسم هوازن يشير إلى واحدة من أعرق القبائل العربية العدنانية القيسية. وهوازن هو جمع لكلمة هوزن، وهوزن هو ضرب من الطيور، كما أن كلمة هوزن تشير إلى الغبار وإلى سرب من الطيور. وهناك اسم شبيه باسم هوازن هو هوزان، وهوزان هو اسم كردي الأصلي معناه الفيلسوف والحكيم. شكرا جزيلا على السؤال القيم، وشكرا أيضا على طول صبركم وأناتكم نظرا لكثرة الأسئلة.